دلوقتي هنروح مع حضراتكم لفقره، يعني هي فقره مهمه طبعا وبتهم ناس كتير جدا، تحديدا اولياء الامور. ليه؟ لانه مؤخرا بقى في شباب كتير جدا بيقضوا معظم وقتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا كمان فكره الالعاب الالكترونيه. يعني الالعاب الالكترونيه دي بقينا بنشوف كمان في معظمها ان بيبقى فيها مشاهد رعب، مشاهد عنف، ولو هنتكلم على الاطفال كمان سن صغير شويه، في البعض منهم بيبقى متخيل ان دي حقيقه مش مجرد مشاهد خياليه وان دي لعبه. اعتقد ان الشباب دول بيكون كمان عندهم حب استطلاع اكتر في تقليد المشاهد دي في ارض الواقع، وده اكيد بسبب التاثير النفسي من الالعاب الالكترونيه على عقول الشباب، خاصه في سن المراهقه او السن الصغير كمان يا شاذلي. بكل تاكيد ليها تاثير كبير جدا على عقول الشباب، وزي ما انت قلتي بيتفرجوا على اللعبه او بيلعبوا اللعبه وعايزين يقلدوا الكلام ده. طبعا احنا عايزين نعرف ازاي نوعي الشباب ونعرفهم ان هذه الالعاب والمشاهد الالكترونيه اللي بنشوفها من خلال هذه الالعاب هي عباره عن خيال ملهاش اي علاقه بالواقع. ازاي الاب والام ياخدوا بالهم من حاجه زي دي لو لقوا ان اولادهم متعلقين بلعبه من الالعاب الالكترونيه؟ وهل كل الالعاب الالكترونيه بتتساوى في تاثيرها على الشباب؟ كل ده هنعرفه من الدكتور علي عبد الراضي، استشاري التاهيل النفسي بجامعه عين شمس. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير عليك وعلى كل الساده المتابعين. يا اهلا بحضرتك. في البدايه، هل كل الالعاب الالكترونيه بتتساوى في التاثير النفسي، ولا الالعاب اللي ليها فقط هذا البعد اللي بتحمل مشاهد فيها عنف ودماء؟ طيب، اولا تحياتي ليك، واحب كل الناس اقول لهم يا رب تكونوا بصحه وسعاده وسلام. منظمه الصحه العالميه عامله تقارير محترمه جدا في هذا المجال، يعني عملوا دراسات ممتازه جدا في مجال تاثير التكنولوجيا على الانسان من سن يوم لغايه سن الرشد اكثر من 40 سنه، وشافوا المفترق تاثير الشاشه ايا كان نوع الشاشه، التابلت، الموبايل، الكمبيوتر، لابتوب، هم قالوا تاثير اللوحه دي او الشاشه دي على الانسان. ناخد بقى التاثير العصبي، هو بيأثر جدا على النواقل العصبيه سواء العاب تكنولوجيه او حتى السوشيال ميديا، الفيسبوك او كل المنصات او التطبيقات اللي موجوده على الجهاز ده، بتاثر تاثير سلبي خاصه الحاجات اللي بتمشي بسرعه. مش بس انا بكتب مثلا على الاوفيس مثلا او بكتب حاجه او بقرا حاجه التاثير هنا بيقل، لا، التاثير المرور السريع اللي هي الحاجات الفيديو جيمز او حتى الحاجات المرئيه ذات الرسوم المتحركه وخلافه، بيبقى لها تاثير على النواقل العصبيه داخل المخ، وده يبقى تاثير بيأثر على ماده اسمها الدوبامين. الماده دي انخفاضها او زيادتها بيؤدي الناحيه الثانيه الى اما سلوك بنسميه احنا الاستحواذ القهري، يبقى زي الوسواس القهري كده، انك انت تبقى قاعد فجاه وكل شويه حتى لو ما جاتش رساله على الموبايل عايز تمسك الموبايل وتشوفه، مش بس كده، انت ممكن يكون ما فيش عندك نت والواي فاي فاصل وبرضه تمسك الموبايل وعايز تشوف الحاجات اللي موجوده، قاعد متوتر، قاعد متوتر طبعا قلقان. تمام، مش بس كده، لاحظوا عدد ساعات التواجد كمان، فاصبحنا من وسواس قهري او بنسميه الاستخدام القهري الى الاستخدام الادماني، وده المرحله الثانيه ان هو بيستخدم الموبايل بتاعه اكثر من 4 ساعات في اليوم. طيب، سواء الالعاب الالكترونيه دي مشاهدها صعبه ودمويه وغير مناسبه للاطفال او حتى الممارسات العاديه، هو نفس التاثير السلبي من ناحيه النواقل العصبيه. طيب من ناحيه السلوك، لا، الالعاب اللي انت بتتكلم عنها، الالعاب اللي هي معظم الناس حاليا عارفها، العاب هي مصممه للجذب. اللي صمم الموبايل ده هو صممه على طريقه نفسيه ازاي يجذب المستخدم انه يفضل على هذه اللوحه اكبر وقت ممكن. فهو ده مصممه لهذه الطريقه. 99% من المصممين الالعاب الالكترونيه هو دارس نفسيه البشر، درس كويس جدا جدا، ومش بس ده، لازم يكون دارس نفسيه البشر ووسائل الجذب ووسائل الانتباه وازاي يستحوذ على هذا البشري انه يخليه موجود على هذا على اللوحه اكبر وقت ممكن. وما ينفعش حتى الاونر او المالك لاي شركه من شركات الالعاب دي انه يقبل اي لعبه او ينزل اي تطبيق للعبه غير لما يكون عامل الجذب النفسي وعامل تواجد هذا البشري المستخدم اليوزر اكتر من 4 ساعات عشان يدوا له موافقه عليها، عشان يقولوا هنتج لك اللعبه دي. يمكن كمان في افلام اجنبيه اتعملت على هذا الموضوع علشان بتقول للناس ان فعلا القصه اللي انتوا قلتوها في الاول انه الاطفال ما بيعرفش يفرق ما بين الواقع والخيال. تخيلوا احد الدراسات اللي اتعملت في هذا النوع بتقول احنا في صدى في 2025 2026 الجيل اللي اتعود على الاجهزه اللوحيه والالعاب الالكترونيه بيبقى عنده، هو عايز وعنده رغبه ملحه انه يعيش الواقع الافتراضي في واقع حقيقي، دمج ما بين الاثنين.
ما بيعرفش يفصل ما بين الحقيقة والخيال، وده اللي بيخليه يقدم على حاجة بنسميها اللي هو خلاص الانتحار. ليه الانتحار؟ هو في مخيلته احدى الالعاب اللي بيلعبها انه لما بينتحر او بيدمر نفسه او بيعمل تدمير ذاتي للعبه بيبقى عنده مره تانية او محاوله تانية، فده اللي بيخليه بيسقط الخيال على الواقع. ان هو انا في اللعبه مثلا حصل اتقتلت مثلا في لعبه ما او وصلت للعبه النهائيه، فاكيد في جيم اوفر، فاكيد في الواقع اكيد في جيم اوفر. فتيجي هنا الكارثه بقى اللي حصلت ورصدوها كتير جدا، ما كانش الانتحار بغرض الانتحار لانهاء الموضوع، كان غرض الانتحار بتجربه المره التانيه. اكيد لو جيت الحياه مره بتبقى للاسف تانية بتبقى كمان شفنا يا دكتور العاب بتبقى في اطار التحدي او التشالنج، ان صحيح. انت هتعمل ده قدام ده، بيبقى لو عملت ده هيبقى هتكسب، لو قدرت تنفذ التحدي ده فانت هتكسب، لو قدرت تنفذ التحدي ده فمش عارفه ايه اللي هيحصل. طبعا في الاخر بتنتهي بكارثه. احنا حتى مش بنتكلم على فكره الالعاب بس، في نقطه التشالنجز او التحدي ده للاسف بتبقى حتى ترندز موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي. وايضا في حادثه اخرى كان في لعبه الكترونيه مشهوره جدا، ومش هنقول طفل بقى كمان، يعني شخص مش برضو مش مراهق كمان يعني بالغ، ونزل نفذها على ارض الواقع وادت لكارثه برضو في الاخر في صحيح. وقت يعني ما كانش بعيد قوي، فهي طبعا كارثه. بس على جانب اخر برضو زي ما حضرتك كنت تتحدث، سوق الالعاب الالكترونيه هو سوق ضخم جدا وبمبالغ كبيره جدا، وايضا احنا بنشوف ان في تورنمنتس او بيبقى في مسابقات عالميه للالعاب دي وبيبقى فيها ابطال بالمناسبه. صحيح. فهنا حد هيقول طب وانا المفروض ابقى لو انا حاسس ان انا عندي قدره ان انا اتفوق في اللعبه دي، ولا المفروض ان ده خطر ان انا ما اقعدش بوقت طويل جدا على الالعاب دي؟ ايه اللي فيهم؟ ممتاز. الالعاب اللي ليها بطوله وليها كومبيتيشنز قوي جدا جدا، وهي تبقى ليها اوفيشال لازم تكون رسميه جدا، ويبقى ليها دوري ممتاز جدا صحيح. وليها قوانين للعبه هي اشبه بالقوانين الرياضيه. لا صحيح. بالعكس، ده هي قوانين رياضيه وبتقول له انت هنا تقف، يعني انت هنا لازم تطفي الموبايل وتخرج دلوقتي من اللوحه. يعني هي بتدي له اوردر، بس ده في المسابقه، وحتى في التريننج المسابقه هو برضه بيبقى ليه مدرب، ليه لياقه بدنيه، ليه تغذيه، وتغذيه قويه جدا علاجيه، ليه وقت كمان يذاكر فيه. معقوله؟ اه طبعا لازم يذاكر، لازم يذاكر. مش لا مش المذاكره، التغذيه العلاجيه. ما هو التغذيه العلاجيه اه طبعا الحاجات البصريه، لان هو بيشتغل على حاجه اسمها التآذر البصري. التآذر البصري انه ازاي يدي اوردر لايديه وكمان عينيه تبقى مركزه في حاجه ثاني. فهو هو ليها بيبقى ليها نوعيه غذائيه، وكمان بيبقى ليه وضعيه رياضه، نوعيه عدد الساعات يتمشى فيها، بيلعب العاب رياضيه، نفس التجهيز للبطوله الحقيقيه ما بتختلفش. برنامج كامل، برنامج تأهيل وليه طبعا. وللاسف احنا في مصر ما عندناش حد دخل الدوري ده، لان هو فعلا في ليه بطوله وليه ناس بتتابع وليه راعي وليه يعني بطولة لا تختلف عن البطولة الرياضية. اعتقد حتى لو في مفيش طريقة التأهيل اللي حضرتك تتكلم عنها دي يا دكتور، بس اعتقد ان كان في لاعبين مصريين، بس ما اعتقدش ان في طريقة التأهيل دي. هو احنا عندنا هنا برضو في مصر عندنا يعني اتحاد على فكرة للألعاب الإلكترونية، بس هو ما بيأهلش للتأهيل الكامل، او حتى كمان هو بره بيتعرض للتأهيل النفسي والاتزان النفسي، بحيث ان هو لو خسر اكتر من مرة ممكن يحصل له نوع من انواع الإحباط. وده اللي اقدر اقول لك ان 85% من المستخدمين العاديين من الاطفال بتوعنا بيبقى يشعر بالاحباط. هو طول الوقت عايز يفوز، طول الوقت عايز يكسب، ما بيكونش مش عنده الوعي ان هو في مكسب وخساره وان يتقبل الهزيمه. ده في المطلق المفروض اعتقد دي تطبق لكل الاطفال اللي بتلعب رياضات عامه. صحيح صحيح، وده اللي بنشتغل عليه. وده هنا بيجي ده دور الاسره، دور الاسره في الجزئيه دي مهم جدا. وحتى لما بيجي حد عنده يا اما سلوك قهري لاستخدام الاجهزه الالكترونيه، او حتى وصل لحاله الادمان، بنساله السؤال المهم جدا، حضرتك مين اللي جاب لك الجهاز ده؟ فبابا. طيب لما بابا جابه لك، لو احنا شلناه منك الجهاز ده، ايه البدائل؟ تتخيلوا بقى ان احنا بنتكلم من سن 4 سنين لغايه سن 17 سنه دلوقتي هنا والان، بالنسبه للبحث البسيط اللي عملناه، اكثر من 80% منهم جاوبوا هو انا ما عنديش حاجه ثانيه اعملها. او هو البديل. دايما بتقول بيسال هو انا طب هعمل ايه؟ نسي. وده اللي بيعول عليه كل الباحثين بره، بيقول لك طب هو لما تشيل منه الجهاز ده هيعمل ايه؟ هو ما شافش الواقع ولا الحياه. وحتى يعني المتابعين شويه بعد سن 17 سنه لغايه بنتكلم في 30 وحاجه و30، هو بيروح الاماكن اللي بيعملها البلوجرز عشان يتصور زي البلوجرز، مش علشان يعيش اللحظه الاستمتاعيه الواقعيه. صحيح. فاصبح
دمج ما بين الخيال والافتراض، فحصل له نوع من انواع الاضطرابات اللي بنسميها احنا سوء ادراك او خلل في الادراك. ده بيفتح علينا باب المجال لمرحله الاحباط الشديده جدا، حاله القلق، حاله الاكتئاب. وهنا كمان في بحث مهم جدا عايز اذكره بالمناسبه، كلنا عارفين الاكتئاب ده مرض كبار، يعني بنتكلم فيه من 25 سنه وانت طالع، يعني مش بس كده، ده ممكن يبدا معاك من 30 وانت طالع الاكتئاب. لكن ينزل، والاكتئاب ده ما كانش مرض اطفال اصلا، يعني الاطفال هو عندهم حاجه احباط، يعني اخر لان ادراكه ما بقاش كامل للامور بالظبط. وهو بتساله احباط، اول ما تدي له اي حاجه بسيطه خلاص طيب كده مش زعلان، مش اكتئاب. بعد ما نزلت الاجهزه اللوحيه والالعاب اللي بيلعبوا بيها الاطفال، ابتدى رصدنا حاله اكتئاب دائم، حزن دائم بيستمر اسبوع، بيستمر 7 ايام عند الاطفال. فكانت بالنسبه لنا فكره غريبه شويه. بتحصل كل 3 مليون طفل بيحصل طفل معين بسبب ظروف ضاغطه، لكن الظروف مش ضاغطه والظروف عاديه كويسه جدا، ويحصل لهذا الطفل اكتئاب مبكر في سن مبكر، كان ده بحث قوي جدا جدا. طيب عظيم جدا. حضرتك قلت دلوقتي انه المصممي هذه الالعاب بيستهدف انه ازاي يقدر يحافظ على وجودك في هذه اللعبه اطول فتره ممكنه. اي نوع من الشخصيه او من الاطفال ممكن ينجذب لمنظر الدماء؟ هل ده مؤشر لان هو بالفعل عنده بعض الاضطرابات النفسيه؟ في الحقيقه ايوه، لكن ما نقولش زي ما انت قلت فعلا اضطراب نفسي مش اضطراب شخصيه. لسه شخصيه الطفل بتتكون بعد البلوغ، لكن احنا نقدر نتنبأ بمؤشر مهم جدا، كثره استخدام الالعاب اللي فيها نوع من القتال الشرس جدا او المقامره هيخلي هذا الطفل يا اما يكون عدواني، وعدواني بشكل خطير جدا، او ادماني لو الالعاب فيها مقامره وفيها جوائز كتيره جدا. تمام، فهو من الشخصيه العدوانيه والشخصيه الادمانيه دول من اسوء الشخصيات اللي منهم بيحصل ممكن يستقطبوا لاي افكار خارج نطاق المجتمع، عادات اعمال عنف مثلا، اعمال عنف، اعمال شغب، ويبقى بالنسبه له سهل استثارته، سهل استثارته لانه في مخيلته عنده فرصه ثانيه، ما يفهمش ان الواقع ما عندوش فرص ثانيه. طيب الاطفال بقى في السن ده بيجي لهم لغايه سن 12 سنه يبقى عنده تبول ليلي، وده رصدناه بسبب الاجهزه دي، ان هو طول الوقت هو ممكن بيعمل حبس للمسانه، مش عايز يروح التواليت علشان ما يسيبش اللعب، ما يسيبش اللعب عنده مهم. وده مهم، مش بس كده، بيعمل تسمم، بيعمل حاجه اسمها باولينا، وبيعمل مشاكل في الكلى، وبيعمل مشاكل خطيره جدا جدا في الكلى، وده رصدناه كتير جدا جدا. طبعا مشاكل في النواقل البصريه، العصب البصري نفسه بيعمل له مشاكل خطيره جدا بسبب التركيز بشكل معين على رؤية معينة في اللوحة علشان ينجز، فده بيعمل ضغط على العين، وده بيعمل مشاكل كتيرة جدا. الصداع النصف المبكر اللي عند الأطفال اللي ظهر واحنا مش عارفين نلاقي السبب، نتفاجئ ان حصل الاورا او الهالة بتاعت الصداع النصفي عند أطفال وما كانش موجودة وراثيا. على المستوى النفسي والسلوكي بيعدواني جدا مع زمايله، وحتى لما بيروح المدرسه ممكن ما يكونش عدواني اصلا، ممكن يكون انطوائي. مهارات الحياه الاجتماعيه، التعليم المدرسي. طيب ازاي بقى يا دكتور، عشان احنا للاسف وقتنا قرب يخلص، روشته من حضرتك ازاي الاسر، مش هقول بقى تتعامل مع طفل دخل في هذه المرحله، لا من البدايه اصلا. طيب لكل اب وام بيسمعني دلوقتي حاجه مهمه جدا، الجهاز اللوحي ده ابنك مش جاي بيه، انت اللي اديته له، فبالتالي لو هتدي ابنك جهاز لوحي لازم تقنن الموضوع، لازم يكون في قوانين. في حاليا اجهزه مراقبه شديده جدا على الاطفال وعدد ساعات اللي يقعد على الانترنت، فلازم تحدد الجزئيه دي. بعد كده البدائل مهمه جدا، مهم الجلوس والحوار مع الاطفال. الحوار ده بيبقى عباره عن حاجه بنسميها احنا كواليتي تايم، او جوده الوقت، او جدوه الوقت، لازم هو يستمتع بهذا الوقت. بيكون في العاب لعب، بس الالعاب العاديه اللي هي بتساعد على الذكاء والتفكير، ولازم تكون شكل كتير جدا من الالعاب متنوعه عشان ما يملش ويزهق، هو من حقه يزعل. الساعتين اللي انت قاعدهم معاه لازم يكون فيهم مرح وهزار وضحك، مش لازم يكون مذاكره. على فكره يا جماعه الاربع ساعات اللي فيهم لعب وحوار ممنوع فيهم انك تنصحه او ترشده او تقول له اعمل او ما اعملش، هو الساعتين جوده الساعتين دول بس ضحك والهزار ولعب، علشان يتعلم منك عاداتك انت، تقاليدك انت، حوار مع الناس بشكل كويس جدا. وحتى لو انا ازاي اعرف سلوك ابني وانا مش بتحاور معاه، وهو بيهزر ازاي، وايه اللي بيطلع منه وهو بيهزر، لو الحياه جاده جدا لازم يكون في نوع من ده قبل ما ندخل للمرحله دي. خلاص لو الطفل بقى مراهق ودخل في هذه المرحله، خلاص ازاي اتعامل معاه سريعا؟
طيب انك تقرب منه وتبقى صديق مهم جدا، انك تكون قدوه ليه، انك تدور معاه على بدائل حياتيه، ممارسه النشاط الرياضي ده مهم جدا، المشاوير الاجتماعيه ده مهم جدا تنزله فيها، شجعه، ممنوع الانتقاد للمراهقين اطلاقا، ممنوع المقارنه علشان ما يقارنش بنفسه. لما تمنع المقارنه للمراهق، هو لما تيجي تقول له ممنوع الموبايل هيقول لك زميلي معايا، اقول له هو انا بقارنك؟ نقطة مهمة جدا. كل الشكر ليك يا فندم دكتور علي عبد الراضي، استشاري التأهيل النفسي بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا. تحياتي لحضرتك.